من ضمن افكار ادم سميث ومن اولى افكاره ان الدوله لا تتدخل في النشاط الاقتصادي. ادم سميث كان يقول الدوله لا تتدخل في النشاط الاقتصادي، دعه يعمل دعه يمر. يعني يقول للحكومه لا توقفوش الحد عن ممارسه اي نشاط. حريه اقتصاديه، نشاط اقتصادي وتشجيع الملكيه الخاصه. كينز قال لا، الدوله تتدخل في النشاط الاقتصادي. طالما انه افكار ادم سميث محل سلوى شوية، نحن شنو نقرب ايش؟ عكسه، هو قال الدولة لا تتدخل، قال الدولة تتدخل. كينز قال الدولة تتدخل، قالوا له كيف تتدخل؟ قال أول شيء عليها إنها تشغل العمال اللي راقدين في صفوف الشوارع هذه في الأرصفة تشغلهم، قالوا كيف تشغلهم؟ الدولة ما معهاش ولا شيء أصلاً. ما هي ما تتدخلش في النشاط الاقتصادي معناته الدولة ولا تملك أي حاجة. لا معها شركات ولا معها يعني أي دخل. لانه ادم سميث قال الدوله لا تتدخل في النشاط الاقتصادي وانما هي حارسه بس توفر الامن والحمايه بس. والقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص هو الذي يقود زمام الايش؟ التنميه. فكيف قال لا الدوله لازم تتدخل في النشاط الاقتصادي؟ علشان احنا المشكله اللي قدامنا لازم نجيب افكار عكس افكار النظريه الكلاسيكيه. فقال الدوله تتدخل. كيف تتدخل؟ قال نوظف هذول الناس اللي راكبين في الشوارع يحفروا خنادق في الساحة العامة. قالوا ايش الفائدة من حفر الخنادق؟ قال بس ما في دول الافكار هذه. فراحوا لما كانوا يقصون ساحة فاضي كبير العمال عندهم معامل يحفروا. في نهاية الأسبوع في الويك إند عندهم يدفعوا لهم أجر الإيش؟ أجر الأسبوع. اشتروا. بديت يتوفر في يديهم إيش؟ سيولة. سيولة. بدهم يروحوا يطرقوا أبواب البقالة وهي مغلقة. والبقالات اللي هي تطلب من تجار الجملة تجار الجملة راحوا يطلبوا أبواب المصانع بداية المصانع تفتح عجلات المصانع بداية تدور من جديد بدأ العالم يتحرك وهذا الشيء الآن يبدو صادقا الآن نتكلم لكن هذيك الأيام كان إبداع كبير من قبل ما حد كان يفكر في الفكرة هذه الناس كانوا كلهم مسؤولين شوف احنا الآن كيف نحن كان لنا منتظرين الحرب تنتهي كم لنا منتظرين الحرب تنتهي وحياتنا تتصلح؟ 9 سنين صح؟ منهم انكم ما هوش منهم انكم مش عايش على انه احتمال بكره يتحسن الوضع وخلاص؟ شي نعود؟ كنت احنا عايشين على امل هذا صح؟ هي هذيك الايام كانوا كذا ما حدش قادر يعمل حاجه ما حدش قادر نحن الان ما حدش قادر يوقف الحرب وجالسين منتظرين هم كانوا هكذا كانوا مقعدين جالسين يقولوا ايش الازمه اللي احنا عايشين فيها؟ ما حدش يشتغل ولا حاجه. يا دكتور هون ايش معانا يد خفيه؟ احنا معانا يد خفيه. انت احسنت انت لك الان باهم مصطلح لكنز اللي سمعت يقول اليد الخفيه. اليه اليد الخفيه اللي هي انفيزابل هاند. انفيزابل هاند اللي هي اليد الخفيه هذه واحده من افكار ادم سميث. ايوه انفيزابل هاند اليد السحريه واليد الخفيه. قالوا يعني كنز يقول ادم سميث يقول ما هي قالوا له ما هي اليد السحريه؟ قال الدولة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي والاقتصاد يوازن نفسه من نفسه. العرض يخلق الطلب والآلية اللي هي اليد الخفية بس تعرفين ايش هي اليد الخفية عنده؟ عند ادم سميث انه سعيك في تحقيق مصلحتك يحقق مصلحات الاخرين وبالتالي التنمية تخلق. سعيك انت في تحقيق مصالحك يحقق مصالح الاخرين. انت الان وانت جاي تدرس فرضاً انك ركبت باص واعطيت له حق المشوار ومريت مطعم وتغديت وحاسبت حق الغداء ومريت المكتبه وشريت المنزمه وحاسبت حق المنزمه. هل انت كنت حريص انك تنزلك الناس هذول؟ لا انت حريص على مصالحك انت حريص على مصالحك وحشيت حقك نفسك منفعه فرحت تنفق حققت مصالحك بس حققت مصالح الاخرين ايضا اللي باعوا لك استفادوا واصبح معهم دخل ونشاطهم يزيد. فهذه هي الانفيزابل هاند اليد الخفيه اللي قال عليها ادم سميث. قال انه الناس لما يسعوا في تحقيق مصالحهم تتحقق مصالح الاخرين وبالتالي التنميه الاقتصاديه ايش؟ تحصل. افكاره هذه صحيح انها مشات لكن في ازمه الكساد العظيم تعطل. فكينز قال لازم من محرك خارجي للازمه هذه. قال انه الحكومه ضروري توقف العمال اللي هم نايمين الان انهم ايش؟ يحفروا خنادق. طبعا استمروا 4 اسابيع يحفروا وبعدين لما بدأت المصانع تعود تفتح قال لهم يتوقفوا عن الحفر. قالوا وماذا
العمال رجعوا المصانع لأن المصانع دارت استدعت العمال اللي كانوا سرحتهم. فعاد الاقتصاد الأمريكي من جديد هذا عام 36 بداية نشاط عام 36 37 38 بقوة رجع يعني الاقتصاد يمكن تيك في 39 رجعت الحرب ليش؟ إلى عام 45 إلى عام 45 ويعني الأفكار هذه عامة بس آخر أبواب تنظر ضروري تكونوا عارفين هذا التاريخ الاقتصادي يعني شوف الدولار عندي أساس كيف ارتبط بالذهب وكيف ارتبط بالقوة الاقتصادية لأمريكا وكيف أمريكا مسيطرة على العالم حتى الآن. لكن هناك يعني القوة الناشئة الآن التي هي يعني الصين وروسيا ودول شرق آسيا يعني صحيح أنها على الأرض فعليا قوة توازي لكن القوة العسكرية هي اللي تحبط إيش؟ تحبط يعني محاولة صعودهم. يعني هذا بس على سبيل المعلومات عنهم. الكويت وعمان. ليش قلتهم يعني؟ ايوه الأردن لا تقولي شنو الكويت على الكويت بيع بترول. الكويت تشفط 3 مليون برميل بترول وتبيع. لكن قولي لي الأردن. الأردن يا سيدي الله مسألة معهم سلاح قوي. يعني أنا عشت في الأردن كان 7 سنوات. ما فيش. مش قلت لكم إنه. في حاجة اسمها السياسة النقدية والسياسة المالية اللي إحنا نأخذها بآخر المحاضرة برضو ضمن موضوع الاقتصاد الكلي. هذه السياسة النقدية والسياسة المالية البنك المركزي كيف يعني يدير الاحتياطيات النقدية للعملات الأجنبية. عندهم هذه الإدارة قوية جدا للسنترال بانك البنك المركزي. البنك المركزي هذا أعظم قوة في العالم ما يتدخلش فيه لا رئيس الدولة ولا رئيس الحكومة ولا مجلس النواب ولا الوزراء ولا حد يتدخل في سياسة البنك المركزية اللي في أمريكا يسمونها الفيدرالية الأمريكية أو الاحتياطي الأمريكي. أنتم عارفين وصول البنك الأمريكي ده البنك الفيدرالي الأمريكي دولة داخل دولة حق منه؟ يهود مصلحين؟ يهود حق 7 أسر يهودية أكبر زي عائلة ريتشارد. شوف مصانع الشوكولاتة في العالم مصانع العطورة أضخم العطورة في العالم مصانع شوكولاتة في العالم لعائلة يهودية هي هذه اللي تملك البنك المركزي الأمريكي. هو عبارة عن شركة خاصة. صور البنك المركزي الأمريكي شركة خاصة. الرئيس الأمريكي ما هوش ملك الحكومة الأمريكية ما يتبع شركة الحكومة الأمريكية ولا الرئيس الأمريكي. دعمه بدعمه خاطر الرئيس الأمريكي شركة خاصة هي شركة خاصة. السنترال بانك أوف أمريكا. ومنو الذي يصدر الدولار؟ هل هو الاحتياطي الأمريكي؟ الفيدرالي الأمريكي لا. لا. من شو اللي يصدره؟ تصدره وزارة الخزانة الأمريكية. اللي هي وزارة المالية. تصدر الدولار. تعرفوا أصله أساسه البنك المركزي. أساسه ثمان عائلات يهودية. اتفقوا إنهم يسيطروا على العالم. عندهم فلوس كثيرة وقدروا يسيطروا على العالم عن طريق إنشاء يعني بنك مركزي لدولة عظمى. واتفقوا على خطط إنشاء هذا الفيدرالي الأمريكي اللي هو الآن موجود. في عائلة رفضت. واحدة من العائلات الغنية هذه رفضت الفكرة. إيش عملوا لها؟ عملوا لها رحلة التيتانيك. جون جاكوب. عملوا لها رحلة التيتانيك وقالوا الأسر هذه الغنية بتخرج في رحلة إلى البحر لتتشيل سفينة التيتانيك على أساس إنه المصنع السفينة هذه صنع سفينة جديدة ويروحوا يحتفلوا بإيش بهذه المناسبة. دبروا الانفجار لهذه العائلة اللي رفضت تخلص من إنشاء البنك وتخلصوا منها بهذه الرحلة وقالوا إن السفينة صدمت بإيش أيوة جبال وكذا وهذا وتخلصوا من العائلة المنافسة لهم وأنشأوا البنك الفيدرالي الأمريكي سنة كام؟ 1911 قبل الحرب العالمية. ثلاث سنوات. قبل الحرب العالمية 3 سنوات. أسسوا البنك الفيدرالي الأمريكي. وفي عام 14 شافوا إنه الدولة العثمانية اللي هي بتركيا الآن تشكل خطر على مصالح اليهود في دول القرم هذه ودول اللي هي شرق أوروبا وغرب روسيا. فقالوا لابد من التخلص من الدولة ليش؟ من العثمانية. وراحوا
محاولات اذا بدكم تشوفوا مسلسل السلطان عبد الحميد عدت مسلسلات انه في الاخير فجروا الحرب العالميه الاولى سنه 1914 وهزموا الدوله العثمانيه وسموها يعني او سيطروا على كل الثروات اللي كانت وقالوا تركها الرجوع المريض.